الله يعطيكم العافية إخوان، اللهم صل بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. هسه يا إخوان بدي ألف معاكم على الإنتاج الزق ونشوف شو صار معانا وشو بدي أعمل ولوين وصلنا مع المنخفض. والله المنخفض يا إخوان يعني الحمد لله على كل شيء، كل شيء من ربنا منيح. وأكيد تحياتي للأخ مجد، وأكيد اللي هو مرتاعه بدي يطلع بالفيديو إن شاء الله. الله يعطيكم العافية إخوان. طبعا يا إخواني اليوم حلقتنا عن الزق، طبعا زي ما حكيت لكم بأول الفيديو في ناس كثير بيسألوني عن الشلبي. طبعا الشلبي أنا أجمل طير عندي بالعالم صراحة، الشلبي وأقوى طير الشلبي. لا تفكروا يا إخوان كبر صغره. طبعا يا إخوان الشلبي الألماني، شوفوا بدي أحكي لكم شغلة فيه مميزة وينهي البعض باقي. إذا ما كان الدوحل براسه هذا بتكش إياه، شايفينه الدوحل، الدوحل إذا ما كان براسه هيك بتكش إياه. هذا يا إخوان أجمل شلبي شفته بحياتي. طبعا هذا الشلبي بيحكوا له رزي دبابني، هذا أجمل إشي. طبعا هذا أجمل من الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر، كل هذا أجمل إشي الدقة هاي. طبعا وسعر يا إخوان أضول اشتريت الفراخ هني لحم، لأن أول أكلهن قسما بالله ب50 دينار، أنا عارف شو، بس ماتت الطيرة ورديت جبت طيرة تانية، بس أفرجيكوا إياها، بس ما بعرف شكلها فحل، هذا شكل خليكم. هاي إخوان هاي الطيرة، هاي أخته جبتها أنا صغيرة، بس شكلها فحل من نفس الزلمة جاب لي إياها، بس ما بعرف مش زايفة كثير، فأنا بتمنى إنها تنتج عندي إن شاء الله تنتج. شوفوا كيف فراخن يا اخوان حلوات. بدي افرجيكم هسه يا اخوان فرخ ابن الريحانيات، ابن الريحانيه وابن الشكل الاحمر. طبعا انا عندي شكلي خارق حارق متفجر عندي صراحه، كان طوله وعرضه ولا لونه ولا دقاته 100%. هسه افرجيكم اياه كمان. هاي يا اخوان شوف توقعوا الطالعه، هاي شايفين الاخوان لبسي مضروب كمان بوجهه مضروب. الطير ابوه ضاربه، ليش؟ لانه قاعد الانثاي بتبيض، بدها تبيض. فطبعا هذا راح اعتني فيه ان شاء الله يا اخوان، راح احطه عندي بغرفه العصافير عشان اعتني فيه 100%. شايفين كيف الصلاه على سيدنا محمد. وعندي فرخ مشوه كمان طالع حلو، هاي عندي كمان فرخ مشوه. طبعا يا اخوان هذول هسه الفراخ مش مضمون انها تعيش، الاعمار بايد الله، بس يعني بدهن دفى مضبوط وبدهن شغل بحق الله. هاي الفرخ مسوي. طبعا ما بحب امسكه بريح بشد عليه انا يا اخوان، خليه على راحته. وطبعا هسه افرجيكم الشكل. طبعا يا اخوان هاي الشكل. طبعا هذا الشكل الصيد يا اخوان والله العظيم. الله. كيف الدق؟ كيف الدق شايفينه؟ رياش مرسوم رسم. طبعا اخوان الغرفة فايتة عندي مي، اوكي بدي اظبطها بكره ان شاء الله او احط لها على الارض دعسات. هاي شايفين اخوان شكلي، هسه افرجيكم اياه على الواقف تحكوا لي شو رايكم فيه صراحة. طبعا يا اخوان اجينا هون، هاي الحمد لله رب العالمين عندي فراخ بواز شايفين. طبعا يا اخوان راح يكون انا هاي السنه شغلي على البواز، ما بدي كشميري ولا بدي هندي، انا بدي البواز. طبعا شايفين كيف البواز طلعوا بالصلاه على سيدنا محمد. البواز اشي نخب النخب النخب. اه ايش؟ طيب دقيقة شوي، فكرت معه طير اخوي. وهي اخوان هون في عندنا فراخ، هاي البواز هون شغالة. طبعا هذول نزلت من فوق النوريات ورايح احطهن وين؟ هون حط نوري نوري نوريات تاي يجيهن بيعها ببيعهن. هاي الريحان الازرق اللي بقول لكم عنه فرخي، هذا يا اخوان الريحان الازرق ان شاء الله بدي احطه على اخته. طبعا هذا الفرخ، الفرخ هذا ميت على الارض، هذا ابن الهزاز ماخذ البوزاي. طبعا انا بسحب تحتيهم يا اخوان. هاي في عندنا فراخ هون كمان، في فراخ شفتن هون على الارض، هين هون في فراخ عندي على الارض.
هاي شايفين هاي في فراخ نوريات بيض طبشريات بيض يعني بالسلطه على سيدنا محمد. هاي شايفين كيف اخوان. طبعا هسه بدنا نطلع فوق ونشوف شو في فوق انتاج كمان. خليني اخذ لكم لمحه على العصافير على الماشي. خلينا ناخذ لمحه على العصافير ونشوف شو صار معانا بالعصافير وشو شو صار شغلهم. طبعا هي عصافير بالصلاه على سيدنا محمد. هذا الانجليزي اخوان الاصفر بده شغل تعبان ونزلته انا هون. هاي عندنا الفراخ هاي بالصلاه على النبي. هذا الكوكتيل اليف. وطبعا هون في عندي حبتين طالعات ما بعرف كيف. واخيرا عرفت كيف بيطلع العصافير من هذا الفم. هاي شايفين اخوان كيف ها طلع خربان الزنبرك تبعهم. هاي هون بابك لا ما بابك شو. كالعاده يا اخوان مستمرين معاكم محتاجين منكم دعم 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 معنوي. اهم شيء المعنوي يعني كلمتين تعطيني الاوكي تكبرني هذا المؤاخذه وانا كبير فيكم ان شاء الله يا اخوان. وخلينا نشد حالنا على بعض ونشوف شو بدنا هسه. كمان شوي بنزل بطعميهم حرام او بطلع لهم بالليل بحط لهم اكل ومي بنظبط الوضع. هسه خليني اطلع فوق اشوف الحمام شو صار واكل. طبعا يا اخوان بدي افرجيكم فراخ الباكستاني عزاجل ولا اعرف افوت من جوا الخم. طلع ما بعرف مبينات عليكم لا شايفين فراخ الزاجل حلوات بالصلاة على النبي اخوان. طلعوا يعني الزاجل على باكستاني مليح. هاي الاماي قاعده على بيض كمان. هاي الفحل تاعها هاي الطيره الفحل الباكستاني والطيره الزاجله. يعني لو هي الفحل لو حكينا الفحل زاجل والطيره باكستانيه بيطلع انظف للفراخ. بس حد الان الفراخ طالعات بالصلاة على سيدنا محمد حلوات جدا جدا جدا. طبعا يا اخوان في ناس كثير بيسالوني شو صار بالمصارو الحمر. مصارو الحمر هي بالصلاة على النبي الدكر اللي انا صدته. طبعا هاي الدكر اللي صدته انا وطلعت منه فراخ انتجت الحمد لله. هاي الدكر اللي انا صدته على ايدكم اليمين. هاي طيرته جبت لها اياها. طبعا الدكر اخوان لعبه لعبه حطوا لي فيه مبلغ الله بيعلم قديش. الله بيعلم قديش حطوا لي فيه مبلغ. بس انا ما بحب طير اصيده ابيعه عرفتوا كيف اخوان. وهذا فرخي هون طبعا مرض وجبت له الطيره. هاي بعضها سيلفر مكابي او سيلفر مسودات يعني اللي بدكم اياه. مكبي سلافر مكبي مسودات سيلفر مسودات اللي بدكم اياه اخوان احكوا. وبالنسبه لي هذا سيلفر مسودات. طبعا في عندنا كمان هون اشياء. في عندنا كمان هون طبعا يا اخوان الجو بارد انا مش حاب افتح عليهن كل شيء. براس سود ما بعرف تحتيهن بيض اشي مش شايف انا ما راح افتح عليهن كل شيء ان شاء الله. هون عندي كمان بواز. طبعا البواز يا اخوان الطيره مش شغاله ما بعرف ليش بالرغم انها الطيره فرختي. وهذا ايش ابوها البوز ما بعرف ليش. وعندنا اليهوديات تعون صاحبنا اليهوديات. طبعا يا اخوان اليهوديات تعون صاحبنا بيطلع عنده طواير صدنا ليها. وهي بايضه هذا فحلها كانه. هاي الطيره جوا يعني كوي كوي. وفي عندنا هون قرباشات. طبعا القرباشات الفراخ تحت يا اخوان. هاي ابوهن وامهن قرباش بلجيكي حلو 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 حلو. طبعا صيد هذا. وعندنا كمان شفر تحت هون هون شفر حاطينه على شفره بيطلعوا ليش بيطلعوا ايش شفرات سود بيطلعوا لي. طبعا طلعت منهم ثلاث فراخ متين ضل عندي واحد احمر كبير بعدني ما بخلط فيه. كالعاده اخوان البق على عيونكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمي بلايك. و هاي الحمام قاعدة بتحط يا بعنا بقولي إذا بتحط طبعا الحمام فاتحة تمها يا إخوان. تعرفوا ليش؟ صلها يومين ثلاثة ما طارت. إن شاء
شايفين صار لها يومين ثلاثه مطر، صارت تتعب. ليش؟ لانه الجو ملان مي كالعاده. وعندي هون كمان البواز يا اخوان، النوريات هون بدي اخلص من فراخهن، بس طلع فراخ واخلص منهن لنزلهن كلهن تحت على الغرفه. طبعا هذول يا اخوان احكي لكم شغله، الفحول كلهن صيد، هذا صيد نور البواز صيد، طباشيري الاصفر هذا صيد، في اخو اسود كمان هيو على الارض كانه اسود، يعني هذا الصيد. كلن هذول هون يا اخوان اللي انا زقهن كلن فحول صيد، وغير اللي صدتهن يا اخوان، وغير اللي بعتهن، وغير اللي كشيت نروح لاصحابهن صحتين وعافيه. انا مش زعلان، يروح للطير لصاحبه ولا ينصاد. طبعا مش لاي واحد انا بكش يا اخوان، اللي ما بعرفه بكش له اياه، اذا بعرفه 100% والله ما بكش له ريشه، ما بخليه يحلم. طبعا هذا العبسي الاسود، طبعا هذا عبسي اسود هون يا اخوان كمان، جبنا له طيره على الماشي، اعطاني اياها واحد هيك على الماشي، مش من نفس مستوى الطير، طير حلو يا اخوان. هاي حاطين تحتيهن في فراخ، في فراخ يا اخوان تحتيهن، هاي شايفينه؟ خلينا اشوف شو نوع الفراخ. شو هاللوع؟ شو هالنوع هذا طالع الفراخ؟ طبعا اخوان هاي الفراخ طالع ديله ازرق كامل، ما بعرف هاي شايفينه ديله ازرق عليه مياش ابيض. خلي يمكن اول بطن بيخربن، تنشوف ثاني بطن. ما قلنا لكم يا اخوان التركيب، حمام التركيب بتخرب، عرفتوا كيف؟